السلام عليكم، احباب الله، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيا، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير من طبيعه الحال ان شاء الله يا ربي. اليوم ان شاء الله غنديروا يعني واحد الفيديو مغاير على الفيديوهات الاخرين ان شاء الله يا ربي، ولكن عنده علاقه هو مع الفلاحه. اليوم ان شاء الله استغلينا الفرصه ودرنا دوك الاعشاب المناسبه، درناهم في الكراتان ودرناهم في الطاجين ان شاء الله يا ربي. هنا درنا طاجين بالبروكولي، ها هو باقي تيشهي. وهنايا درنا الكراتان بالتوا بالبروكولي والاعشاب المنسمه. وهنايا درنا واحد السلطه ديال الجرجير، ها هي درنا هنا غير بالبصله ومطيشه. وكنتمنى هاد الاطباق يعجبوكم، ويلا معنا ان شاء الله يا ربي باش نصايبوا هاد الاطباق الرائعه. السلام عليكم احباب الله، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين، كنتمنى تكونوا كلكم بخير ان شاء الله يا ربي وعلى خير. كيف ما كتعرفوا حنا العاد راحلين غتقبلوا على الكوزينه كما هي. اليوم موضوعنا ان شاء الله، بما اننا عندنا الاعشاب المنسمه، لاسيبولات والزعتر والريحان والبروكولي، علاش لماذا ما نستغلوش هذه الفرصه هذه؟ ان شاء الله اليوم غندير واحد الكراتان بالاعشاب المنسمه وطويجين بالاعشاب المنسمه والبروكولي وسلطه ديال الجرجير ان شاء الله باذن الله. ونبداو على بركه الله بلا ما نبقاو نطولوا في الفيديو، راكم عارفين انا ما عنديش مع طوال الفيديو. حنا ما كناكلوش بصراحه الدجاج بزاف، وتطهروا ديما كياكلوش بزاف، لهذا غندير غير شويه ديال الدجاج. غنبداو على بركه الله، بسم الله. غنديروا البصله، نحيد هذه من قبلتكم باش تشوفوا ان شاء الله. كنديروا البصله دواور، بسم الله. كنديروا الدجاج ديالنا دواور، كنديروا غادي نديروا ان شاء الله اليوم الشيفلور والكراتان و البروكولي. سمحوا لي غادي ننوعوا شويه في هذا الطويجين، هذا ان شاء الله نديروا على بركه الله. غيجي هذا الطويجين هذا كله الوان. هادوك جديرات ديال البروكولي كنلوحهمش انا، كنطيبوهم طمعي صغيورين باش تغلي يطيبو. ان شاء الله دابا غنديرو العطريه ديالنا، هاهي العطريه كاين ابزار سكين جبير، شويه ديال الخرقوم التصفيره كيف ما كنقولو حنا، وضروري من الخرقوم البلدي ومليحه من طبيعه الحال. انا ديما كنخلط في الزلافه لان الطاجين كيف ما كلشي كيعرف العطريه ديالو الا ما دابتش هكايا بالماء راه ما كاين والو. انا غندير عليه شويه ديال الماء، غندير الخرقوم ديال فوقو كما كتعرفوا البروكولي راه كله فيتامينات، علاش ما نستغلوش هاد الفرصه ديال وقت البروكولي. غادي ندير شويه ديال الطيشه، نديرو شويه قزبر معدنوس. انا قزبر معدنوس ما غاداش نقطعو بالكراده، غنقطعو عشوائي باش كيبقى باين
الصبر المعدنوس ديالنا كتجي فيه واحد البنه ملي ما كنقطعوش رقيق، خصنا نقطعو شويه يكون غليظ. دابا جات المرحله ديال الاعشاب المنسمه، غادي نديرو لا سيبوليت. هذا نهار ديال الاعشاب نطبق الحال، غندير غير شويه ديال لا سيبوليت وغنخلي الكراتان، حيدت منه كاع هذاك الشيء الزوائد، يعني داك الشيء الاصفر يعني غير صالحين. ونصيحه، لا سيبوليت راه ما كتقطعش بالموس، كتقطع بالمقص. نحاول نقطعها شويه غليظه، يعني لا سيبوليت الثوم القصبي. نحاول نقطع شويه غليظه باش تجي باينه. هنا تقدروا ديروا حتى الزعتر، انا ما غنديرهاش حيت غادي نديرها في الكراتان. دابا مرحله ديال الزبيده البلديه، بسم الله. دابا ان شاء الله الطواجن ديالنا ها هو وجد كيف ما كتشوفوا، ها هو غادي نديرو ان شاء الله على المجمر ديالنا يطيب، وان شاء الله لنا عوده ملي غنلقاو هادشي ان شاء الله. دابا ان شاء الله غادي نمرو المرحله ديال الكراتان. غادي ندهنوا المول ديالنا بالزبده، نخدمو يدينا، أنا أكثر كنخدم بيدي بصراحة، كلشي هاد الشناب، هاد الكراتان راه غيجي غني بالأعشاب وبروكولي، فيه واحد الروعة بصراحة. نبداو نقطعو إن شاء الله البطاطا. شويه البطاطا راها سلقتها نص سلقه كما كتشوف، راه شويه قاصحه. شوائية باش ما تبقاتش بلاصه بيضاء، دابا جينا غادي نديرو عليه صلصة ديال البيشاميل. كلشي كيعرف صلصة البيشاميل، مكاينش لي مكيعرفهاش. كديرها معلقة ديال الزبدة مع معلقة ديال الطحين حتى كيذوبو مزيان، كنزيد عليهم الحليب صافي. هادشي لي كاين، نزيد أنا شوية ديال الصلصة بطبيعة الحال. نزيد غير شوية، أنا نزيدها كاملة ماشي مشكل باش تجي غنية. دابا ان شاء الله جات المرحله ديال الاعشاب المنسمه، ها هي لا سيبوليت كيف ما كنعرف كتعرفوا كاملين ما كيتقطعش بالموس، غادي نقطعو هو خاصه نقطعو بمقص. انا عجبو
بعد ما حيدنا منهم طبيعه الحال كاع داكشي اللي كنقول لكم دائما يكون شويه غليظ. هاد لاسيبوليت راه كله فيتامينات وفوائد. شفنا المرحلة ديال لاسيبوليت، غندير المرحلة ديال الأحشاب الأخرين إن شاء الله. غنديرو الحبق، غنديرو غير الوريقات ديال الحبق، روش بزاف يجي تبارك الله ما شاء الله. راه طاجين واش من طاجين، كاطا واش من كاطا، يجي من السمنه. درت ندير شويه ديال الازير، ماشي بزاف، ماشي شويه الازير هنا، شويه ديال الزعتره هي شويه ماشي بزاف هكا. وغندير قزبر ومعدنوس ضروريين يكونوا كسالين بزاف. نبداو نجيو مرحلة الصباح إن شاء الله. نحاولو مطحنوش بزاف، غنشوفو شحال الأكياس ديالنا. بارك عليا في هاد القياس هذا، وغادي ندير الكيس ديال الران نبعدو من الفوق. هذا هو الكيس لي بغيت انا، سير واحد الرائحة منقولكمش كي دايرة رائعة. متعرف كنكتب كنكتب مكنفهمش هادشي، هادشي راه هكا. دابا ان شاء الله غادي نديرو البروكولي ديالنا و الفتة وشويه ديال الدجاج. انا غندير غير شويه ديال الدجاج الا كما كتعرفوا ما كناكلوش غير كنسيمه وصافي. واحد النصيحه للناس، دائما الناس اللي كيبقاو يحلوا في الثلاجه ويبقاو يشربوا في هذاك الشيء اللي في وسط ديالها، نصيحه لوجه الله، راه كاينين الناس اللي ما فحالهمش وكيشوفوا ديك الثلاجه عامره بحال هكاك راه حشومه، شو ما تبقاو تبينوا هذيك الامور. المهم ان شاء الله غنديروا دابا البروكولي، راه ما مسلوق لا والو، نديروا غير الازهار ديال البروكولي. هانتوما هي طريقه بحال هكا هي صغيرين، لانك عارفين ثلاثه ديال الدقائق هو كيطيب. هادي بلاش تنديرها في الطاجين نرجعها، دابا ان شاء الله غادي نديرو الكفته
نديرو بعد شويه د الطماش الله. غادي نديرو الفرماج موتزاريلا ولا الفرماج اللي بغيتي ولا الاحمر ولا الراعي نتوما اللي بغيتي. انا كيعجبني موتزاريلا وتولي كيعجبني موتزاريلا. دابا غنديرو الكفته. الكفته راه مقليه ومعطره من طبيعه الحال وكتهبط. هنا درت شويه ديال الدجاج ما كناكلوش ديال الدجاج بزاف يعني استوى صافي خلص باش اي حاجه تقدري ديري بها الغداء. راه شحال ما عندك ديال الفرماج تقدري ديري كميه قليله كميه كثيره شحال ما عندك غادي ديري ماشي بالضبط تكون كميه كثيره اللي متوفر عندك في الدار. المهم عندنا هي في هاد الخضار وفي هاد ودي عزيز عليه الفرماج بزاف شريت كندير الفرماج ان شاء الله. دابا انا غادا بها للفران ندير بعدا شويه ديال القزبر والمكنوس شويه ديال المليحه ياك لان الفرماج غيكون مالح كثروا شويه ديال البزار شي كندور ندور وكنرجع ليا بطبيعه الحال بركه. غندير شويه ديال صلصه الشطوجه ان شاء الله نفتحها وانا معاكم ان شاء الله. ديروا غير قياس واحد المعلقه ماشي بزاف غادي صلصه الشطوجه كتكون بنينه وما نكثروش نحاول ما نكثروش منها بزاف شي شويه بركه. دابا ان شاء الله اللي عنده بابي الومنيوم يديرها اللي ما عندوش بابي الومنيوم اللي ما يدير بابي الومنيوم. ما كنديرش بابي الومنيوم اولا هو راه ماشي صحي باش تكونوا على بال. دابا ان شاء الله ضروري تكون واحد الطويوه من تحت باش المول ديالنا ما يتحرقش. هنا درت درجه درت الماكسيموم والفوق والتحت ما ديروش 180 ولا ما خصني نديرو الماكسيموم باش دا غيطيب ان شاء الله باذن الله. ولنا عوده ان شاء الله في السلطه ديال الجرجير. دابا ان شاء الله غادي نديرو سلطه ديال الجرجير غنديروها غير بالبصله والمطيشه والجرجير فقط وحتى العطريه ما نكثروش فيها العطريه بزاف. المطيشه انا راه ما كنحيدها لا زريعه ولا والو باش يبقاو الفيتامينات ديالها كلهم فيها. راه من الافضل نقطعوها هلالات انا ولدي ما تعجبوش لاضا هلالات بصح هذا شملت صالحه هكا هنا بارك علينا
دابا هذا الجرجير هذا من الاحسن بلا ما تشلضوه، خليوه غليظ باش كيبقاو فيه كاع الفيتامينات ديالو فيه. هكذا بحال هكذا وهكذا، لا ما تكثروا عليه داك يدو هادو، وغادي نقطعو كبير هكذا. نتوما هكذا 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 غادي نديرو زويته بلديه لا والملحه فقط، هادشي اللي غادي نديرو فيه. غادي نخلطو راه جا فيه واحد المذاق رائع ما نقولكمش كي داير ما شاء الله. وموعدنا ان شاء الله ملي وجدوا الاطباق ديالنا باذن الله. ودابا الاطباق ديالنا ها هما وجدوا بسم الله على بركه الله. السلطه ديالنا هي السلطه البسيطه ولكن غنيه، هي بسيطه ولكن غنيه بهذا الجرجير وهذا البصله وهذا المطيشه. راه الجرجير فيه فوائد كثيره بزاف بزاف بزاف. وهذا الكراتان ديالنا وهذا اللي بالاعشاب المنسمه غادي وكان اللي كتوحم تسمح ليا بزاف بزاف ونشارك معكم هذا الطبق. شوفوا كيفاش داير بسم الله على بركه الله. رهجة رائع هانتوما. شوف ها الفرماج من الفوق، ها البروكولي، الكفتة والبطاطس من طبيعة الحال ديال الدراري الصغار. كنتمنى هاد الكغاتان هدا يعجبكم من طبيعة الحال. وهنايا غتشوفو معانا إن شاء الله الطويجين ديالنا. ها هو هذا هو الطويجين ديالنا ديال البروكولي. ها نتوما كتشوفوا ها البروكولي وزدت عليه زيتون مسلاله. ها هويا هذا هو الطويجين ديالنا البسيط. وكنتمنى هاد لي فيديو هادو من طبيعه الحال يعجبوكم. وشكرا لكم بزاف بزاف، وشكرا للناس اللي كيدعموني وجزاكم الله الف الف خير. شكرا للناس اللي التحقوا بيا وكيشجعوني، وانا كنظن انا كنجاوب كل واحد واللي ما جاوبتوش يسمح ليا. وجزاكم الله خيرا ومرحبا بكم.